الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قررت الحكومة الحالية في العراق إغراض شركات وزارة الكهرباء للنهوض بواقع منظومة التيار الكهربائي في البلاد حسب قولها، وخصصت الحكومة مبلغ 50 مليار دينار لإقراض شركات وزارة الكهرباء على أن يسدد المبلغ بعد سنة واحدة، كما تم تخصيص مبلغ 2 مليار دينار إلى محافظة كربلاء. يشار إلى أن قضايا فساد كبيرة تبرز بين الحين والآخر مرتبطة بملف الكهرباء في البلاد. كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية عن مشاكل تعرقل تحويل العراق الديون الإيرانية المترتبة عليه مقابل استيراد الغاز. وقال عضو اللجنة صادق السليطي إن العراق مديون للجانب الإيراني بأكثر من 5 مليارات دولار عن مستحقات الغاز وشراء الطاقة الكهربائية في محافظات البصرة وميسان وديالة، مشيرا إلى أن هناك مشاكل بشأن دفع وتحويل المبلغ المطلوب من المصرف إلى الجانب الإيراني بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. أعلن اتحاد المصدرين بمنطقة البحر المتوسط التركي أن العراق جاء ثانيا كأكبر مستورد من تركيا خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال رئيس الاتحاد نجدة سين إن صادرات المنطقة حققت عائدات بقيمة 7 مليارات و320 مليون دولار، بزيادة في حجم الصادرات بنسبة 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مضيفا أن هولندا تصدرت قائمة الدول المستوردة بواقع أكثر من 495 مليون دولار، تلاها العراق ب 495 مليون دولار، ثم روسيا ب 337 مليون دولار. وفي العام الماضي احتل العراق المرتبة الرابعة بأكثر الدول المستوردة للبضائع التركية بعد كل من ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة. انخفضت أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي في البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد وأربيل. وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 147,200 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار واحد، فيما استقرت أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147,500 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 146,500 دينار لكل 100 دولار أمريكي. أما في أربيل فقد شهدت أسعار الدينار العراقي انخفاضا أيضا، حيث بلغ سعر البيع 147,500 دينار لكل 100 دولار أمريكي، والشراء بواقع 147,000 دينار. انخفضت أسعار النفط وسط حالة من عدم اليقين بشأن الإمدادات بعد انهيار المحادثات بين كبار المنتجين هذا الأسبوع، وهو ما قد يؤدي إلى التخلي عن اتفاق الإنتاج المحلي. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 7 سنتات إلى 73.33 دولار للبرميل الواحد، كما انخفضت العقود الآجلة في غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا إلى 71.79 دولار للبرميل. وفي وقت سابق قالت 3 مصادر في أوبك إن روسيا تحاول التوسط بين السعودية والإمارات للمساعدة في إبرام اتفاق لزيادة إنتاج النفط. تراجعت أسعار الذهب متأثرة بقوة الدولار بعد دقائق من الاجتماع الذي كان في المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3% إلى 1797 دولارا للأونصة. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2% إلى 1778.80 سنتا للأونصة. وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% ليحوم بالقرب من أعلى مستوى له في 3 أشهر مقابل منافسيه، ما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى. ختام الموجز بأمان الله.